واحد الرساله بغيتكم الله يخليكم نبلغوها الله يجازيكم للجهات المعنيه بخصوص هاد الزوايا الاثنين هاد الزوايا الزاويه اللي في البرابيش والزاويه اللي كاينه في الاثنين ديال بوشان قياده بوشان جماعه ايت حمو. بغينا وحشو ديال العنايه حتى الا ما اعتنينا بالناس حيين نعتنوا بهم على الاقل ميتين من الزاويه هذه زاويه عريقه. كيف الدوله بغات تخدمها؟ لاش ما بغات تخدمها؟ بغات تخدمها ما هو ديني، هاد الزاويه دينيه بامتياز، ولا بغيت تخدمها سياسيه سياسيه بامتياز. واللي باغي يحارب واللي باغي يدافع على المنطقه او المغرب او الصحراء باكملها يدافع عليها من قلب بنقرير ماشي من القرقرات. احنا ما كان حار نعرضوا الناس نعم من القرقرات، ولكن اللي باغي يدافع على المنطقه ديال الصحراء باكملها يدافع عليها من اقليم بنقرير. وكنطلبوا من الناس المسؤولين نشدوهم يلتفتوا واحد الالتفاته لهذه الزاويه لانها هي مؤسسه دينيه، وعندنا طلبه ديال القران الكريم كيقراوهون، وعندنا الفقيه اللي يقريهم وما كيتخلص، ما عندوش شي خلاص من الدوله، ما عندنا شي دعم خارجي. عندنا ناس باغيين يمشوا لنا اولادهم يقراو في هذه الزاويه، ولكن حنا ما عندناش الامكانيه باش نقدروا نستضيفهم باش يقعدوا عندنا هون ويوكلوا ويشربوا. عندنا طلبات ديال ناس ياسرين بيصيفطوا اولادهم هون، ولكن حنا ما عندناش من يقعدوا. حنا ناشدوا المسؤولين والناس اللي اهتموا بهذا الامر باش يعاونونا ويدعمونا شوي، لان حتى الموسم السنوي اللي كيخلق هون ما كنلقاو مشاكل في الضيق ديال، وحتى في الماء كما كيبان لكم الضيق وما كاينش التغطيه، كيكون العجاج كيكون البرد واللي كل حال سخون كنلقاو مشكل. عندنا مشكل اخر ديال الماء كنلقاو فيه حتى هو مشكل كبير، والافريشه بالغطا ديالهم، لان كيبقى عندنا الموسم كان كيقعد سيمانه في الاول في عهد الاجداد، وفي عهدنا حنا دريك ثلاث ايام ما كنقدوش نقاوموها بالسيف، وما عندنا شي دعم. حنا نطلبوا الناس المسؤولين المهتمين بالامر يعاونونا شوي، يوسعوا لنا هذه الزاويه باش نعودوا نصادفوا ياسر من الناس وياسر من الطلبه، المأوى ديالهم، الاكل ديالهم، الدراسه ديالهم، الفقيه ما كيخلص. ونطلبوا مولانا يعد لنا تاويل ديال الخير مع هاد الناس هادو.